نفسك يعني. ومنها you can study the behavior للهاكرز وهكذا. البروجكت هذا عبارة عن implementation الهاني نت نتورك. وش معنى الهاني نت؟ الهاني نت من اسمها شبكة عسل، هاني نت. وهي تقريبا فكرتها أو فكرة عملها مثل عمل شبكات العسل أو خلية العسل للنحل. فكرتها ببساطة أنه تأخذ لك systems and servers fully hacked، مفتحة، يعني أنواع الهاكينج فيها أو أنواع vulnerabilities عليها، أنواع المشاكل فيها، open ports، يعني سهلة الاختراق جدا، يعني كأنها طعم تحطها للهاكرز وتحطها في النتورك in your real network. ويو ستيب باك، تقعد من بعيد وتراقب الهاكينج او الهاكرز وش يسوون على السيستم هذا. فطريقه عملها كان عندك هاني بوت او بوتقه فيها عسل، وتخليها وتخلي النحل يجون عليها، تجذبهم لها. طبعا راح اتكلم عن مساوئها ومحاسنها والشغلات هذه، بس هذه فكرتها. يعني سبحان الله، بعض المرات الانسان يتعلم من الاجواء المحيطه حواليه، ان تبغى عنصر جذب بحيث ان تحطه على النتورك وتطبقها في الاي تي، بحيث ان الهاكرز وهم من غير ما يدرون يشوفون، خلاص دافعهم ان يشوفون سيستم مفتوح ايزي تو هاك، يروحون يطبون فيه، وانت من بعيد تبدا تراقب. طيب وش فائده السيستم هذا؟ واذا انت عارف ان السيستم مفتوح، فليش تقعد تجذبهم عليهم وانت عارف ان ات ويل بي هاكت؟ طيب شو الفائده؟ اكشلي له اكثر من فائده. الفائده الاولى، تبغى تعرف مستوى الهاكينج عندك في القسم نفسه، في النتورك الموجوده. اذا حطيت السيستم هذا المفتوح في كاكست او في البيلدينج هذا، خلينا نحطه في البيلدينج هذا، بس ابغى اعرف مستوى الهاكينج فيه. هل اللي راح يجيني هاكرز وانس ا داي، وانس ا ويك، وانس ا يير، ما في هاكرز، النتورك او الشبكه سليمه؟ ابغى اعرف التولز اللي يستخدمونها، كلها ستادينج. ابغى اعرف التولز اللي يستخدمونها الهاكرز، هل يستخدمون سكانينج؟ هل يستخدمون برامج معقدة؟ هل يستخدمون مثلاً port detection؟ فكل هذه الأمور تقدر تستفيد منها وأنت تراقب السيستم اللي مفتوح في الشبكة هذه. فمن اسمها هاني نت، فشبكة شبكة العسل. ممكن تحط لك أكثر من سيستم عشان to be in the network. يعني مثلاً أنا ودي أحط في building 5 أدوار، أبغى أحط سيستم واحد مفتوح في كل دور عشان طريقة التقسيم، أو سيستم واحد مفتوح لكل ديبارتمنت، أو سيستم واحد مفتوح لكل مدينة. في يعني هذا الكونسبت ما هي جديدة، في مدن في العالم يحطون هاني نتس في كل مكان في المدينة عشان يشوفون الهاكرز في المدينة كلها، خاصة إذا كانت مدن صناعية أو مدن مهمة. في they study the behavior حق الناس كلها. ف it could be production and research. فالبرودكشن، إذا أنت عندك شبكة production وأنت خايف عليها، فتحط الهاني نتس هذه أو systems المفتوحة في الشبكة للبرودكشن. الريسيرش عشان تستدي، الريسيرش عبارة عن studying. You study their behavior، their التصرف الهاكرز and study عليها. أنواعها في low interaction، medium interaction and high interaction. اللو انتراكشن معناها الليفل اللي تفتح فيه السيستم، هل راح تفتح السيستم كاملا، انواع الهاكينج تحطها فيه، انواع الفيروسز تحطها فيه في السيستم هذا، هذه يسمونها هاي انتراكشن. اللو انتراكشن تفتح لك بورت، 2 بورتس، 3 بورتس ماكسيما مثلا، او اختراق واحد اختراقين يسمح فيه مثلا. طيب شو تستفيد من هذا وش تستفيد من هذا؟ اللو انتراكشن امن للشبكه، لان انت فتحت بورتات يعني قليله او فيرنابيلتيز قليله في السيستم، فأأمن للشبكه. اذا دخل عليها الهاكر تضمن ان شاء الله يعني انه ما راح يسوي شيء كثير، لانها خلاص هي از كونتينت. اذا دخل في هاي انتراكشن سيستم، السيستم كله مفتوح، فخوفك انه تصير عمليه عكسيه، يدخل للسيستم وممكن يطلع منه يخترق اجهزه ثانيه من شبكتك هذه. مثال، انا عندي والله البيلدينج هذا اللي احنا فيه الان، بيلدينج 17، وحطيت فيه هاي انتراكشن، معناها كل الفيرنابيلتيز والبورت مفتوحه على اساس اني اجذب الهاكرز ان يدخلون فيه، على اساس ان اي ستدي ذير بيهافير، وابغى اعرف تصرفهم، متى يدخلون، ليل، صبح، ايش التولز.
اذا حطيتها هاي انتراكشن ممكن احد يدخلك يمكن من برا البيلدينج، يمكن من برا المدينه، لان الشبكه انترنت، انت مشبوك على الانترنت، فيجيك ناس من برا الانترنت ويدخلون على الهاي انتراكشن، وبما انه فيه فيرنابيلتيز عاليه ممكن يطلعون من السيستم هذه يروحون اذر سيستمز ان يور نتورك، فكانك انت سهلت عليهم عمليه الدخول على الشبكه حقتك عشان يروحون اماكن ثانيه. فكل واحده فيها بلس اند ماينس، هاي انتراكشن عرفنا الماينس حقها، بس البلس حقها انها تجذب اكثر، تجذب الناس اكثر، اكثر الفيرنابيلتيز تفتحها في السيستم معناها اكثر هاكرز راح يدخلون عليك، لان هذا الهاكر والله متخصص في السيرفيس هذه، هذا الهاكر متخصص في النوع من الهاكينج هذا، فان جمعت كل الهاكرز عندك. السوفت وير، انت سوفت وير، سوفت وير تنزل على الجهاز يبدا يفتح لك مثلا في البورتات ويبدا يخلي لك الجهاز افكتد. طيب السوفت وير هذا از اوبن سورس، از كولد هاني وول سي دي روم، تنزله من الانترنت من honeynet.org وتحطه على الشبكه ويبدا يبنى لك او يبني لك الانفايرمنت للشبكه هذه مع سيكيورتيز لها، وراح نتكلم عنها ان شاء الله. اشتغلنا على الفي ام وير بالنسبه للسيميليتنج الهاني نت. في ام وير تعطيك ادفانتجز بحيث انه انا عندي السيستم هذا اللي مليان فيرنابيلتيز، مليان اختراقات، وابغى اتحكم فيه as soon as possible، ابغى اشيل الفيرتشوال من الفيرتشوال سيستم، ابغى اشيل الايمج هذه واحطها على ايمج ثانيه في سيستم ثاني، ابغى اشيلها واسوي لها باك اب، ابغى اشيلها واسوي لها ريستور. التعامل مع الفيرتشوال انفايرمنت اسهل من التعامل مع الفيزيكال سيرفرز، لان الفيزيكال سيرفرز اذا عندك مشكله في السيرفر يو هاف تو ريبيلد ات اجين مثلا، الفيرتشوال لا، يو كان دو كوبي باك اب، شغله طفيه بسرعه، فيعطيك امكانيات اكثر. طيب كيف كان عملنا، كيف بدينا الفكره؟ بدينا الفكره ان نبني او نحط تو سيستمز في جامعه البترول بحيث ان تبدا تجمع الهاكرز، تجذب الهاكرز. حطيناها في مكانين، في الستودنتس ليفينج دورمز اللي هي في سكن الطلاب، لان معظم الطلاب هناك ومعظم الهاكينج على بعض، فقلنا خلينا نحط لهم سيستم يعني كان يجذبهم كلهم ويحاولون يدخلون عليه، فالطلاب هناك ساكنين خلينا نحط واحد، فحطينا واحد هناك. والمكان الثاني اللي حطينا فيه سيستم يعني اوبن اللي هو كليه الحاسب الالي، لان طبيعه كل اللي يعرف الهاكينج وهذا يجونك من الاي تي والحاسب الالي، فحطينا تو سيستمز. الهدف من الاكسبيرمنت حقتنا كان نبغى نعرف التايب اوف اتاكس، ايش نوع الاتاكس اللي تجينا من الهاكرز، التولز اللي يستخدمونها، هل يستخدمون سكانينج، هل يستخدمون تولز يلا داونلود سب 7 والاشياء هذه يلا وسكان النتورك ولا لا، السورس اند ديستنيشن من وين يجون ومن يروحون، ستادي البيهافير هالطلاب هذول الهاكرز اذا كان فيه وين يروحون وين يجون، الفيزابيليتي اوف ذا ديزاين، هل الديزاين حقنا صحيح صاد ناس، نقدر نصيد ناس الهاكرز هذول ونستفيد من يعني واشينج ذم مونيتورينج ذم ولا لا. طبعا استخدمنا الهاي انتراكشن، كانت ريسك سيستم يعني كله كان مفتوح، ولكن وي توك ذا ريسك، اخذنا الموافقات طبعا من الاي تي سي اللي هي الاي تي سنتر في الجامعه، قلنا له ترى بنحط سيستم في النتورك مفتح وكذا، لان اذا ما اعطيتهم خبر ثاني يوم يصيدون السيستم هذا، لانه واضح انه مفتح، يقفلون عليك ثاني يوم يحسبونه اتزاريل انفكتد سيستم يعني، بس قلنا لهم لا دونت كلوز ات، خليه ترى هذا بروجكت بارت اوف ذا بروجكت. الديزاين كان شيء زي كذا، تو سيستمز حطيناه في كليه الحاسب الالي، واحد ويندوز وواحد لينكس، فالهاكرز اللي متفنن في الويندوز يروح الويندوز، والهاكرز اللي يتفننون في لينكس عندهم لينكس، حطينا لهم انواع العسل اللي يبونه. في الليفينج كامبس للطلاب حطيناهم نفس الشيء، واحد لينكس واحد ويندوز، وهذه هي السيستمز اللي سهل اختراقها يعني اللي مفتوحه. في سيرفر في النص يجمع كل اللوجز، كل الانسيدنتس، كل الملاحظات تجمع في سيرفر واحد. والصعوبه هنا ان انت ما ودك تبين الهاكر اللي يدخل على السيرفر هذا او المشين هذا ان ترى اي شيء ترى تسويه ترى قاعد يتسجل في السيرفر هذا، فهذا كانت العمليه مخفيه. وفي الاي تي يعني